استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن سعادة العين مد الله الطراونة عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث دار حوار عن اللجنة ومخرجاتها بمشاريع القوانين التي كانت محل تقدير لكل الأردنيين كما أشار الطراونة إلى حالة العيش المشترك التي تجسد العلاقة بين أبناء الشعب الأردني الواحد من مسلمين ومسيحيين وهي علاقة قائمة على المحبة والأخوة والترابط المزيد في هذا الحوار أول مبنى للبرلمان الأردني وبالتالي الزمان هذا الزمان هو زمان يتجدد فيه هذا الوطن بفكره إحنا سعادة العين مد الله الطراونة أنت أيضا عضو في اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية في المملكة وأنجزتم إنجازا خير مكان نتحدث فيه عن التحديث هو هذا المكان لأنه تجربتنا في العمل في السياسة في العمل السياسي الوطني هنا كانت ماذا تقول ما هي العلاقة ما بين المكان وإنجازاتكم لقد شرفت بالأمر الملكي بانضمامي إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برفقة ثلة طيبة من أبناء هذا الوطن يمثلون كل أنواع الطيف السياسي وكان برئاسة دولة الأخ الحبيب الدكتور الأستاذ سمير الرفاعي ويعني عندما تفضل جلالة الملك وبالرسالة التي بعثها إلى دولة سمير الرفاعي أن الأمم الحية التي تنبض بالحياة هي التي تطور وتحدث تشاريعها وطالما أن هنالك يعني أن الدولة نابضة بالحياة فبالتالي هي حية فلا بد من التطوير والتحديث ومن سمات الشعوب الحية أنها تطور قوانينها وأنظمتها لتتوائم مع العصر حقيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يعني كان كتاب التكليف السامي لرئيس اللجنة والإخوة الأعضاء أنه هو إنجاز يعني قانون انتخاب جديد وإنجاز قانون الأحزاب السياسية ثم لتطوير الإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب وتعديلات التشريعات الناظمة للحياة السياسية بحيث تتوافق مع الدستور ومع التطور الذي يعني يجري على هذه القوانين حقيقة يعني أنه يعني تم التوافق على يعني قانون الانتخاب ومجمل القوانين كان الحديث فيها يعني من خلال العصف الذهني والفكري لساعات طويلة واستمر حوالي تقريبا 115 يوما تم إنجاز والحمد لله هذه التشريعات التي تليق ببلدنا وبطموحات جلالة الملك